بسم الله الرحمن الرحيم. من قصة الأيام قصة حب. سنتعرف في هذا الفصل على علاقة الفتى بصاحبة الصوت العذب، وكيف أظهر لها وأفصح عما في دخيلة نفسه تجاهها. ولكن قبل ذلك سنعرف كيف كان سعيدا في باريس على الرغم من مشقة الحياة والفقر الذي كان يعانيه وبعض العقبات التي كان يواجهها، وخاصة في دروس الأدب الفرنسي. قصة حب. سعادة الفتى بحياته في باريس رغم ما فيها من مشقة، فقد كان يوزع مرتبه القليل بين المسكن والطعام والشراب وأجر السيدة التي كانت تصحبه إلى السوربون وتقرأ له أثناء انشغال صاحبة الصوت العذب. وكان كالسجين في بيته، وكان يتمنى أن يذهب إلى بعض المسارح، ولكن قول أبي العلاء إنه رجل مستطيع بغيره، أي الأعمى، يرده إلى الرضا بالواقع. وكان عجزه عاما وشاملا، فهو شديد الحياء ويكره الإشفاق عليه، ولذا انفرد بطعامه وشرابه في البيت، وقد تعلم ارتداء الزي الأوروبي بسرعة. ولكي يتغلب على صعوبة دروس التاريخ والأدب في السربون، قام بتحصيل برنامج المدارس الثانوية الفرنسية، كما حاول إتقان الفرنسية ليجيد أداء واجباته، خاصة بعد أن علق أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية على بحث قدمه الفتى بأنه سطحي لا يستحق النقد. وقد مرضت صاحبة الصوت العذب، فزارها الفتى وصارحها بحبه، فلم تجبه، فأثر ذلك عليه ولام نفسه لتعريضها إياه لإشفاق تلك الفتاة. وبعد أن برئت صاحبة الصوت من مرضها، كانت تلقاه كما تعودت في رفق وعطف، فعاد الشعور بالحب يطغى عليه حتى ساءت حاله. ثم يلتقي وصاحبة الصوت العذب فيخبرها بأمره كله، ويتفقان على المراسلة أثناء الصيف، وتذهب هي إلى قرية في أقصى الجنوب، وبعد شهر تدعوه ليقيم معها ومع أسرتها بقية الصيف، فيذهب إليها ويشعر بأنه قد خلق من جديد. أسئلة وأجوبة شاملة لأحداث الفصل. كيف كانت حياة الفتى في باريس؟ كانت حياة الفتى في باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة. كانت حياة الفتى المادية في باريس شاقة معقدة. وضح تفاصيلها ذاكرا كيفية احتماله لها. كانت حياة الفتى المادية شاقة، ولكنه احتملها في شجاعة ورضا وسماح، لأن مرتبه لا يتجاوز 300 من الفرنكات، يدفع ثلثيه في اليوم الأول أو الثاني من كل شهر ثمنا لمسكنه وطعامه وشرابه، ويدفع جزء للسيدة التي تسحبه إلى السربون. وأما أمر كسوته فلقد تركه إلى الله، لأن مرتبه لم يكن يتسع لذلك. كيف قضى الفتى سنته الأولى في باريس ولماذا؟ قضى سنته الأولى في باريس سجينا أو كالسجين، لا يشارك رفاقه المصريين، وإنما يخلو إلى نفسه في غرفته إلى أن يلم به ذلك الصوت العذب. إنه رجل مستطيع بغيره. من صاحب هذا القول؟ وما مظهر تأثر الفتى بهذا القول؟ صاحب القول أبو العلاء المعري. مظهر تأثر الفتى كان هذا القول لا يفارقه لحظة من لحظات اليقظة إلى أن ينشغل عنه بالاستماع إلى الدرس أو إلى القراءة. ما شرط الفتى حين سكن في البيت الذي أقام فيه؟ وما مدى معاناته نتيجة التزامه بهذا الشرط؟ الشرط ألا يشارك أهل البيت في طعامهم، وإنما يخلو إلى طعامه الذي يحمل إليه في حجرته. معاناته يصيب ما يستطيع لا ما يريد، وقد يترك الطعام إذا كان لا يحسن تناوله إيثارا للعافية، محتملا آلام الجوع. كيف تخلص الفتى من مشكلة تناول الطعام؟ أتاح الله له من كان يهيئ له طعامه ويعلمه كيف يرضي منه حاجته. كيف تعامل الفتى مع الزي الأوروبي في باريس؟ وما المشكلة التي واجهته في ذلك؟ وكيف عالجها؟
تعلم الفتى طريقة الدخول والخروج في الزي الأوروبي بسرعة، والمشكلة هي رابطة العنق، وعالجها بأن صديقه الدرامي أخرجه من هذه الحيرة واشترى له أربطة عنق مهيئة لا تحتاج إلى عناء. كيف واجه الفتى الألم الذي سببته حياته المادية في عامه الأول بباريس؟ في عامه الأول بباريس، وما الذي عزاه عن ذلك الألم؟ كان يمر بهذا الألم مرا سريعا لا يقف عنده ولا يفكر فيه إلا قليلا. كان يعزيه إقباله على الدرس واقتناعه به وتقدمه فيه وشعوره بفهم الفرنسية وقراءة كتب التاريخ بها بلا مشقة. لم يهيئ الأزهر أو الجامعة الفتى للانتفاع بدروس التاريخ والأدب في السوربون، فماذا فعل ليعد نفسه لفهمها وما مدى نجاحه في ذلك؟ أعد نفسه ليقرأ في أقصر وقت ممكن ما كان ينفقه التلاميذ الفرنسيون في أعوام طوال، فلا بد أن يكون تلميذا ثانويا إذا أوى إلى بيته وطالبا جامعيا إذا ذهب إلى السوربون، وقد نجح في ذلك حيث استطاع في وقت قصير أن يحصل ما يحصله تلميذ الشهادة الثانوية مطمئنا إلى النجاح. ما الأسباب التي جعلت الفتى يختار لنفسه أستاذا يعلمه الفرنسية تعليما منظما؟ اختار لنفسه معلما يعلمه الفرنسية تعليما منظما لأنه كان لابد من أن يحسن العلم بحقائق هذه اللغة ودقائقها، وأن يكتبها كتابة لا تنبو عمن يقرأها. متى كان أساتذة السوربون يسخرون من طلابهم؟ وما الواجبات التي كانوا يحرصون على قراءتها؟ وما منهجهم في تناولها؟ كان الأساتذة يسخرون من الطلاب عندما يقصرون أو يقصرون في بعض نواحي الواجبات، وكانوا يحرصون على قراءة بعض الواجبات، ومنهجهم تحريض الطلاب على العناية بالكتابة عن طريق النقد اللاذع المؤلم. ما الموضوع الذي كلف به أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية الفتى؟ وماذا كان تعليق الأستاذ عليه؟ الموضوع هو الحياة الحزبية في فرنسا بعد سقوط نابليون، والتعليق إنه سطحي لا يستحق النقد. كان لتعليق أستاذ التاريخ أثر نفسي وآخر عملي على الفتى وضح كلا الأثرين. الأثر النفسي، كان التعليق مؤلما أقد مضجعه وأشعره أنه لم يتهيأ بعد ليكون طالبا في السوربون. أما الأثر العملي فقد ألح في درس الفرنسية وكلف نفسه جهدا ثقيلا وعناء متصلا حتى يتم له تعلم الفرنسية. كان الفتى شديد التعلق بالصوت العذب وصاحبته. أذكر الأدلة على ذلك. الأدلة على تعلقه جزعه حين اضطر إلى العودة لمصر، وابتهاجه بالرسائل التي كانت تصل إليه، وشوقه العنيف إلى العودة إلى فرنسا، وكذلك لإقامته بجوارها تلقي عليه تحية الصباح والمساء. لماذا كان الفتى يخفي حبه في أعماق ضميره، ولما كان غاضبا على الحياة والظروف؟ كان يخفي حبه لأنه يستحي حتى من نفسه، ويكره التحدث إلى نفسه به لأنه تيقن أنه لم يخلق لهذا الشعور، ولم يخلق له هذا الشعور، كما كان يائسا منه ومن عواقبه راضيا بما يتاح له من سماع ذلك الصوت. وكان غاضبا على الحياة والظروف لأنها تحول بينه وبين أكثر من أن يسمع ذلك الصوت. متى أخبر الفتى صاحبة الصوت العذب بحبه، وماذا كان ردها؟ عندما ألمت بصاحبة الصوت العذب علة طارئة زارها وجلس يتحدث إليها ولا يعرف كيف التوى الحديث، فقال لها إنه يحبها، وكان ردها إنها لا تحبه. ما أثر رد صاحبة الفتى على حبه لها معللا؟ أثر الرد لم يجد حزنا ولا شقاء، ولم يحس لوعة، لأنه وطن نفسه على اليأس والقنوط. لقد انصرف الفتى عن صاحبته في ذلك اليوم راضيا عن نفسه ساخطا عليها. ما هذا اليوم؟
وما أسباب رضا الفتى وسخطه. اليوم هو الذي صرح لصاحبته بحبه والأسباب، كان راضيا لأنها قالت ما كان يجب قوله، وساخطا لأنها عرضته لشر عظيم، فقد عرضته لإشفاق تلك الفتاة عليها عليه ورثائها له وضيقها به. وقد عاش صاحبنا بين السخط والرضا، لا ينتفع بدرس ولا يذوق للحياة طعما. كيف عملت ذات الصوت العذب الفتى بعد شفائها، وما أثر ذلك عليه؟ لم تتغير صاحبته، بل ازدادت عليه إقبالا، وكانت تلقاه رفيقة به عطوفة عليه، والأثر عودة الأمن إليه مع شيء من الهدوء وراحة البال. ما تأثير الحب على الفتى بعد شفاء صاحبته، وماذا أراد أهل البيت عندئذ؟ ظهر أثر الحب على الفتى في صورة أرق مستمر لاحظه أهل البيت، وأرادوا عرضه على الطبيب، ولكنه رفض، فسألته الفتاة وألحت في السؤال، فأخبرها بأمره كله. على ما اتفقت الفتاة مع الفتى بعد أن أخبرها بحبه لها وما أثر ذلك عليه. بعد أن أخبرها بحقيقة حبه، اتفقت معه على الافتراق فترة الصيف مع تبادل الرسائل، فإذا وصلته رسالة تدعوه أن يقضي معهم بقية الصيف، فليعلم أنها موافقة عليه، وإلا فهي الصداقة الصادقة. متى تحقق أمل الفتى؟ تحقق الأمل عندما وصلته رسالة تدعوه لقضاء بقية الصيف معها ومع أسرتها. أين قرر الفتى أن يقضي بقية الصيف؟ وما رأي المصريين الذين علموا بذلك القرار؟ قرر أن يقضيه مع أسرة الفتاة بعيدا عن باريس. حاول المصريون أن يصدوه مشفقين عليه. اللغويات: يسبقها أو يسيغها، يتذوقها، تنبو، تبتعد، عواقبه، نتائجه: ألمت، أصابت ونزلت، يمعن، يزيد ويجد، فضل مرتبه، ما تبقى من مرتبه، يتأنقون، يتزينون ويتجملون، أطرق، أمال رأسه إلى صدره في سكون، أزمع، قرر وعزم، التوى، تغير، واجدا، غاضبا، مؤنسا، يائسا، ضعة، رغد العيش ولينه وراحته، ثرثارة، كثرة الكلام، القنوط، اليأس الشديد، يصدون، يردون. تدريبات وأسئلة على الدرس: كانت حياة الفتى في باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة، لم يعرف فيها سعة ولا دعة، ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم يعرفه من قبل وما لم ينسه قط. كانت حياته المادية شاقة، ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة ورضا وسماح. ألف: في ضوء فهمك لسياق الفقرة، تخير الصواب مما بين القوسين لما يلي: 1- دعة تعني راحة، هدوء، غنى، طمأنينة. 2- نعمة جمعها نعم، أنعم، نعمات، كل ما سبق. 3- رضا مضادها سخط، حزن، عذاب، مشقة. ب- صف كيف كانت حياة الفتى المادية في باريس شاقة. جيم: صادف الفتى في فرنسا كثيرا من الصعاب، فما الوسائل التي رآها الفتى ضرورية لتحقيق آماله؟ دال: علل ضيق الفتى بطريقة الكتابة البارزة إلا في تعلم اللاتينية في البداية. مع نفهم نتعلم ببساطة.